وضمن إطار حديثنا عن موضوع سرطان الثدي رح نكون هلأ مع رواء عساحة السلام. عساحة السلام. ايه عساحة السلام مع الثدي لأنه ايه حتى يسقبوا مع بعض. صباح الخير. كيفك غيدة؟ صباح الخير. الحمد لله كله تمام. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم بدنا نحكي عن العوارض. عن العوارض فعلا، وخصوصا اللي هي بتلاحظها السيدة لحالها. بيّنت الدراسات انه النسبة الاكبر من سرطانات الثدي بيتم اكتشافها هي السيدة بتحس بتغيير عم بيصير بجسمها، وبالتالي بتلجأ للطبيب وبتشوف بتجرب تفحص وبتشوف شو الوضع. صحيح. لانه نحن جسمنا بيعطينا مؤشرات نقدر نحس انه في شيء تغير. طبعا في بعض الحالات مع الاسف بنكون تطور المرض وما بيّن اي عوارض، ولسبب ما بنكتشف المرض، لكن بكثير من الحالات السيدات بينتبهوا للتغيير اللي صار. اليوم بدنا نستعرض اهم التغيرات اللي بدها تصير بالثدي، والمنيح بالموضوع انه هالتغيرات اللي بدي احكي عنها مش بالضروره تكون سرطانيه، فاذا ما بدنا نخاف، بس المهم نكتشف ونعرف اي تغيير، نعرف هل هو تغيير حميد ممكن يكون التهاب معين، او هل هو مرض سرطاني. كثير مهم انه نكتشفه عبكير لحتى نعرف. أول عارض رح نشوفه اللي هو إذا شفنا نوع من التكتل أو التدرن بالثدي، بيكون داخل الثدي ومنحس أنه هالمنطقة القاسية، لما بنجرب أنه نفحص الثدي بطريقة دائرية منلاحظ أنه في مثل تدرن أو تكتل ما كان موجود، وبالتالي هون لازم نفحصه. بالنسبة الأكبر من الحالات هالتدرنات هيدي أو السيست بتكون حميدة ما بتكون خبيثة، وبكتير من الأوقات الطبيب بيقول ما في لزوم نتدخل، ما في لزوم نشيلها، لكن من رقبها منشوف إذا عم تكبر، إذا عم بيكون فيها أي تغيير، لكن ببعض الحالات ممكن أنها تكون خبيثة. فنحن ليه نترك حالنا بالمنطقة الرمادية بدون ما نعرف الجواب؟ أكيد بهالحالة لما نشوف أنه في تدرنات ما كانت قبل منروح بنفحص. طبعا من هيك منقول لازم السيدة تكون تعرف تركيبة الثدي عندها، لأنه هي. أصلا في سيدات عندهم الثدي في التدرنات الكتيرة بصورة طبيعية، وبيكون الثدي من الداخل منحس في كثافة، يعني في دنسيتي بالثدي. في سيدات لا بيكون أخف، فبالتالي لما هي بتعرف تركيبة الثدي بتقدر تنتبه إذا في شيء جديد بيّن أو لا. هاي أول شغلة. تاني شغلة إذا لاحظنا وجود ورم، يعني فجأة بجهة معينة من الثدي أحد الثديين صار في تورم معين، احمرار، إذا منحط إيدنا على هالمنطقة الورمانية منحسها شوي سخنة أو دافية، فإذا هون ممكن يكون دليل على وجود التهاب، ولكن نحن كمان بدنا نعرف هل هو التهاب أو هل هو تغير خبيث أو غير حميد ببين بالفحص. أكيد كتير مهم السيدة، وهذا الشيء دايما منيح ينعمل بعد انتهاء الدورة الشهرية، لأنه لما بتنتهي الدورة الشهرية الهرمونات بترجع بتتنظم وبتكون بالمعدلات اللي الطبيعيه. صحيح. يعني ما فيها كثير ارتفاع او تغيرات مثل قبل الدوره الشهريه، وبصير في التنفيخ بالثدي. بهالحاله بدنا نوقف قدام المرايه ونشوف هل الثديين شكلهم مثل بعض، هل في تغير بالحجم او بالشكل. اذا لاحظنا انه في تغير بالحجم او بالشكل باحد الثديين، فاذا هون بدنا نشوف شو السبب. هيدي كمان وحده من المؤشرات اللي لازم نشوفها. الجلد على الثدي كمان منلاحظ فيه تغيرات، مرات منلاحظ نوع من التجعد او اذا فينا نقول تعرجات، او بكرنش الجلد باماكن معينه من الثدي مثل ما عم نشوف بالصوره هون، وهيدا شيء ما مفروض يكون، وبالحالات الطبيعيه ما بيكون. فاذا اذا لاحظنا انه في تجعد بالثدي بمناطق معينه وما كانت موجوده، اكيد كثير مهم انه نقوم بالفحوصات اللازمه. الحلمة كمان، هي الحلمة من الأمور اللي بدنا نفحصها ونشوف إذا في أي تغيرات بالحلمة. إذا لاحظنا أنه في احمرار بالحلمة ووجود نوع من القشرة، يعني بتعمل قشرة بيرجع بتحك أو بترجع بتروح بتوقع بترجع بتعمل قشرة تانية. مرات في سيدات بيلخبطوا بهالموضوع، بيقولوا يمكن الحلمة ناشفة لازم ندهن لها كريم مرطب أو زيوت أو أمر معين، لكن لا، أنا بقولكم قبل ما تلجأوا للكريمات لحتى ما نخسر وقت، إذا منشوف شوف انه في نوع من القشره او الطبقه الخارجيه عم تتكون على الحلمه، وبعدين عم بيكون في مثل نوع من الراش او الطفره او بصير في حكه، فاذا في تغيرات عم بتصير بالحلمه لازم نروح نفحص. وكثير مهم لما نكتشفها عبكير، لانه بيكون التدخل على مستوى صغير. صحيح. يعني تدخل جراحي صغير افضل ما انه ندخل باستئصال للثدي او علاجات كيميائيه او غيرها.
كمان تغير بشكل الحلمه بنشوفها فجاه دخلت للداخل، عم نشوف بالصوره الفرق كيف الحلمه شكلها الطبيعي وكيف الحلمه دخلت للداخل، كمان هيدا شيء غير طبيعي غير مألوف، فاذا لاحظنا هالشيء صار كمان بدنا نفحص. افرازات الحلمه اذا كانت السيده ما عم بتردع بالمبدا ما مفروض يكون في افرازات للحلمه، لكن مرات مع الضغط على الحلمه ممكن نشوف بعض الافرازات. هون الافرازات اللي عم بحكي عنها بدون اي ضغط على الحلمه لوحده افرازات بتطلع من الحلمه، وبالاجمال بتكون بيكون الافراز يا اما معه دم يعني نحس محمر شوي لانه في دم، او بيكون افراز صافي ورايق ما في اي لون منه على لون الحليب. فاذا اي افرازات غريبه واي افراز بغض النظر شو بيكون لونه أو شكله بدون أي ضغط على الحلمة وبدون أي سبب أنه سيدة منا مرضعة، فإذا بهالحالة بدنا نشوف هالإفراز ليه عم بيصير وشو سببه. ومثل ما قلت بطمنكم بكتير من الحالات ممكن يكون عبارة عن التهاب علاجه بسيط، لكن نحن ما بدنا نترك الموضوع صحيح بصورة ما نتبعه، لأنه دايما مثل ما بنقول الوقاية 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 هي بالدرجة الأولى، والتشخيص المبكر بيوفر عليهم الأمور كتير خطيرة. صحيح طبعا، وبيخلي العلاج أنجح، نسبة الشفاء أعلى، وبالتالي نقدر نتغلب على المرض بمراحل مبكرة. الألم إذا صار في ألم بمنطقة معينة بالثدي بصورة مفاجئة، ما كان بالعادة في ألم في مكان عم يوجع، كمان بدنا نشوف شو سبب هالألم. مثل ما بنعرف إنه الأورام الخبيثة أو الأورام السرطانية بأغلب الأحيان ما بتسبب ألم، فمن هيك مرات الألم بيطمننا شوي إنه منه ورم أو ما في شيء خبيث عم بيصير، لكن كمان ممكن يكون في حالات بتسبب ألم، أو بدي أعرف شو سبب هالألم هيدا، هل هو التهاب معين أو مشكلة معينة أو هل هو تغير غير حميد أو خبيث. فهون بتصير الفحوصات. هيدول هن المؤشرات اللي بحال نحن لاحظناهن وصار في تغيير. طبعا مع المتابعة السنوية بصورة شعاعية للثدي. هلأ كتير في أسئلة حول هالموضوع إنه من أي عمر منبتدي. بالإجمال في توصيات مختلفة، لكن الكل بيجتمعوا على فكرة إنه ابتداء من سن الأربعين صحيح السيدة فيها تبلش بالصورة الشعاعية الماموغرافي بصورة سنوية، وممكن تتابع مع طبيبة إذا مثلا بوضع معين يمكن يقلها بعمر شوي أبكر إذا في تاريخ بالعيلة أمراض سرطانية صحيح بالعيلة ببلشوا بعمر أصغر. هون بتصير مع الطبيب. مثلا بأمريكا في جمعيات بتهتم بالكانسر بتقول إنه نحن منقول التوصيات ابتداء من عمر 45، لكن ممكن السيدة تبتدي من عمر 40. في جمعيات تانية أو مدارس تانية بتقول ابتداء من عمر 40 وهي بتقرر إذا بدها تأخر شوي أو لا. فإذا التوصيات بتختلف، لكن كلهم بيجتمعوا إنه الحد أو الخط اللي منبلش منه ابتداء من هيدا العمر نبلش نفحص هو عمر الأربعين. فمن هيك نحن منقول دايما نحكي مع طبيبنا ونبلش على عمر الأربعين الصورة الشعاعية للثدي، وبعدين من هنيك منتابع كيف بدنا نكمل بالمتابعة بصورة سنوية لأي عمر صحيح نكمل بصورة سنوية عم نعمل الصورة الشعاعية، لأنه بعدين في بعد عمر معين بصير ممكن كل سنتين مرة، فهون الطبيب هو بحدد هالموضوع. بدي أقولكم بس كيف تحضروا حالكم للصورة الشعاعية. أول شيء بدنا نجرب ناخد الموعد يكون بفترة بعد انتهاء، يعني خلال الأسبوع الأول من انتهاء الدورة الشهرية، لأنه بيكون الثدي بمرحلة ما في تورم ما في تكتل كتير وما بيكون في ألم كتير لما بنعمل الصورة الشعاعية، وبناخد قراءة أفضل. فإذا ما بنعمل الصورة الشعاعية قبل الدورة الشهرية، ما بنعمل الصورة الشعاعية بالميد سايكل لما صرنا بمنتصف السايكل تبعنا الدورة، يعني قبل بداية الدورة بأسبوع أو أسبوعين، الأفضل خلال الأسبوع أول من الدورة الشهرية أو بعد انتهاء الدورة الشهرية. هاي أول شغلة. تاني شغلة تذكروا ما تحطوا ديودرنت أوكي مزيل للعرق أو بارفان أو كريمات بمنطقة تحت الإبط أو منطقة الثدي، لأنها بتأثر على نقاوة الصورة. ممكن يبينوا هالمواد اللي بتدخل بتركيبة هالمستحضرات هيدي، ممكن تبين على شكل نقط أو تضلل بقراءة الصورة، وبالتالي بتعطي قراءة غلط، بيصير يفكروا أنه في شيء ويمكن هو ما في شيء. فالأفضل أنه ما نستعمل لا مزيل للعرق ولا بارفان ولا كريم قبل ما نعمل الصورة الشعاعية. بالنسبة للألم ما تخافوا،
لانه اصلا بعد انتهاء الدوره الشهريه مثل ما قلنا خلال الاسبوع الاول ما بيكون في تكتل بالثدي او تورم بالثدي او يعني ما بيكون مثل ما نقول تنفيخ اذا بدنا نقولها بالعاميه، فاذا الالم بيكون اقل. وهلا المكانات الجديده عم بيكون فتره الضغط كثير قصيره عباره عن ثواني معدوده، فهي كثير محموله، ما بدنا نحط الخوف من اني رح اتالم كعذر انه انا ما اعمل الصوره الشعاعيه. صحيح، ودائما مثل عم نقول وزارة الصحة اللي كانت قبل تعمل الحملة على مدة 3 اشهر هلا صارت 4 اشهر. صحيح، سو ما بقى عندك حجة وما في حجة، هذا هو الموضوع. والمستشفيات الأساسي الحكومية مجانا، المستشفيات الخاصة بسعر رمزي 40,000 ليرة بس. نحن بنشوفك بنرجع ان شاء الله بعالم الصباح روى، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع لما وشوفي، ومن بعدها برايوتيك بلس، خليكم معنا.